السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي اسمه اوبن اي اي، بتقدر ان انت ترفع صورة، وليكن مثلا صورة زي كده، او خليني ارفع صورة من عندي. خليني ارفع صورة فينيكس اهو، وبعد كده تبدأ بقى تدي له وصف لو انت عايز تعدل حاجة، يعني ليك ان انت تكتب برومت هنا، وممكن بقى تقول له خليها على شكل انمي او خليها على شكل ديجيتال ارت او حاجة، يعني زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز مثلا 3 أو 4 صور زي ما انت عايز، فتلاقيه يبدأ يعمل تعديلات على الصورة بالشكل دوت. طيب خلينا ناخد صورة تانية، بلاش الصورة ديت، خلينا نرفع صورة تانية. وليكن مثلا صورة المبنى دوت، واقول له ان انا عايزها على هيئة مثلا ديجيتال ارت، واقول له كرييت. تعال نشوف الصورة اللي هو عملها، عدل فيها. تمام، طيب ديت عدل فيها بشكل مبالغ فيها، تمام، انا ما كتبتلوش اي كلمة خالص. ماشي، طيب ممكن مثلا نختار ورد ونقول له احنا عايزين ناخد الستايل ديجيتال ارت، ونقول له كرييت. فعمل لنا الصورة دي، عملها لنا الشكل دوت. طيب لو في صورة عندنا وعايزين نعدل جزء فيها، فممكن نجرب ماجيك بروش وتدخل هنا وتحط الصورة اللي انت عايزها، وتقدر ان انت تعدل فيها لو انت حابب.